بدي اقول لك شيء مهم. ليكي كنت جايب حلو مع القهوة، إذا بدك فيكي تاخديهم معه. طيب باخدهم. أوكي. آه، تذكرت الموضوع المهم. ليكي، مشان ليلة امبارح بعتقد إنه لازم نحكي. ماشي. غلطت معي. مو مهم. معناتها أنت فكرت وفهمت غلطك، ما هيك؟ فكرت وفهمت اللي صار. وبصراحة ما بعرف شو عم يصير، بس يمكن لأنه ما بدي إياكي تزعلي. وكمان كمل. بعتقد استعجلت بالحكم على موضوعك انت وابراهيم. معك حق، كل انسان بيستاهل فرصه. ومعك حق، انا ما بيخصني. مزبوط، يعني مثل ما قلتي موضوع خاص. بلا ما تبرد القهوه، يلا عيب النطر اللي برا اكثر من هيك. بفهم عليه شو عم بيحاول يعمل هالزلمة هاد. معناتها انتوا احكوا مع المصور، بدي جيبه لعنا شو ما كان الثمن. المصور عندي، اطمن ولا تاكل هم. واختيار الشاب العارض رح اتركه لإلك. حلو كتير وخيار صح، افضل مجالات تخصصي، يعني العارضين وهيك شيء. طيب وانت قل لي شو ناوي تعمل ابراهيم؟ انا كنت مخطط لكم شغلي اصلا، ببلش بشغل الكادراج وستار وورد. ممتاز، لانه قبل ما نبلش بالانتاج لازم نخطط لقصة الدعاية مثل ما بتعرف. اذا في شي بقدر اعمله بتمنى انه كمان ساعد. لو في شي بدي اياك كنت خبرتك. انا بوثق بنظرتك الفنية للمشروع، ولانه نحن موضوعنا تنسيق المنازل، نظرة البنت رح تسهل علي مهمتي كتير. إذا الشي اللي بحاجته هو النظرة النسائية، مندبر لك حدا مختص. إبراهيم، لشو؟ بظن إنه حياة بتكفي. صح، بس بهالفترة دوامة رح يكون معي، ولهيك صعب. سمعتي حياة عم يتخانقوا على شغلك يا بنت؟ شو هالبنت الشطورة ما شاء الله.